أهلا بحضراتكم، حلقة جديدة من حديث الأخبار. أنا شادي شاش، وفي هذه الحلقة نتناول آخر تطورات القضية الفلسطينية والجهود التي تبذلها مصر من أجل دعم القضية الفلسطينية ووقف التصعيد في قطاع غزة وإيصال المساعدات الإنسانية، فضلا عن موقف مصر الحازم الرافض لتصفية القضية الفلسطينية أو التهجير القسري لسكان قطاع غزة، وذلك عبر مداخلاتنا الهاتفية مع عدد من الخبراء والمتخصصين، بالإضافة إلى ضيفنا في الاستوديو الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عبد الحليم قنديل. ونبدأ بأخبار هذا اليوم. قالت مصادر صحفية في قطاع غزة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي دفنت مرضى ونازحين أحياء بعد دهس خيامهم بالجرافات في ساحة مستشفى كمال عدوان. قدرت المصادر عدد الأشخاص الذين تعرضوا للدهس قبل دفنهم أحياء بنحو 20 شخص، موضحة أن المستشفى دمر بالكامل. وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ أحزمة نارية بمحيط مستشفيات قطاع غزة، كما وصلت اقتحام خان يونس من عدة محاور. يأتي هذا في الوقت الذي تدور فيه اشتباكات عنيفة بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي في عدد من المحاور في قطاع غزة. هذا واستشهد عشرات الفلسطينيين من بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون بجروح، ودمرت عشرات المنازل والبنايات والشقق السكنية والممتلكات العامة والخاصة في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة. على جانب آخر، أكدت وسائل إعلام فلسطينية أن قناصا إسرائيليا قتل أما وابنتها في كنيسة العائلة المقدسة في غزة. وللمزيد من المتابعة والتفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق. بعد التحية لك سعادة السفير، كيف ترى الأوضاع الآن وتطورتها على الأرض في الأراضي الفلسطينية؟ أهلا الشادي. طبعا المشهد يعني مأساوي مستمر، والعنف متزايد من الجانب الإسرائيلي، ولا توجد يعني بارقة أمل أن يتغير المشهد إسرائيليا، سوى أن الحكومة الإسرائيلية تتعرض الآن لضغوط هائلة خاصة من أسر الأسرى والرهائن بعد حادث قتل القوات الإسرائيلية لثلاثة من الرهائن. ومع ما بدا واضحا للرأي العام الإسرائيلي أن الأهداف المعلنة والتي لدال نتنياهو ومجموعاته يتحدثون بها القضاء على حركة حماس، وهو أمر بات بعد شهرين غير قابل للتحقيق، وكذلك الإفراج عن الرهائن، ولا يمكن الإفراج عن الرهائن بالشكل العسكري أو بالنظام المتبع حاليا، حيث كانت الحادثة أمس واضحة أو الأمس واضحة، حيث أن القوات الإسرائيلية عندما تتحرك بهذا القدر من التوتر والعنف يؤدي تدخلاتها لقتل رهائن. ومن هنا الضغط يتزايد على نتنياهو. أتصور أن هذا الضغط ليس فقط وليد الداخل الإسرائيلي، ولكنه ممتد أيضا لحليفتها واشنطن، حيث باتت الإدارة الأمريكية ضيقة الذراع وتسعى لتغيير المشهد في إسرائيل. وزار جاك سوليفن مشال الأمن القومي أول أمس إسرائيل، وأمس مع السيد محمود عباس، بحثا عن إطار يتم من خلاله التوصل للتسوية في رؤية الولايات المتحدة أن هذه التسوية تشمل وحدة جغرافية تشرف فيها السلطة الوطنية الفلسطينية على القطاع، ولكن رؤية إسرائيل وكما أعلنها نتنياهو منذ قليل في مؤتمر الصحفي مرتبطة باستعادة سيطرة إسرائيل على الأوضاع الأمنية والقضاء على حماس. والهدف الثاني الذي لم يتاح له تحقيقه حتى بعد شهرين من المواجهات، وهي الإفراج عن الأسرى والرهائن، ولم يجب لشعبه عما إذا كان الاستخدام المفرط للقوة قاد إلى تحقيق أي من هذين الهدفين، أي أن هناك تباعد في الموقف الإسرائيلي مع واشنطن وتباعد في الموقف الإسرائيلي مع رأيه العام، بينما تتبلور في المشهد الدولي رؤية تقودها مصر والبلدان العربية، سواء في أروقة الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر قرار حذا
على 121 صوتا، ثم انتقل ليحصل في الأسبوع الماضي نفس القرار لوقف الهدنة الإنسانية والبدء في التحرك بتاعه وإدخال المساعدات والسعي المشترك لإطلاق مسار سياسي. هذا القرار حظى ب 153 صوت، ما بلور وضعا دوليا بات يتصاعد باتجاه مجلس الأمن مجددا، حيث من المتوقع أن تقدم مصر مشروع قرار الثلاثاء القادم. نأمل من خلال التعديلات التي أدخلت والتواصل الذي تم من خلال بعثة أعضاء مجلس الأمن التي زارت رفح والتقت بوزراء فلسطينيين وبالهلال الأحمر الفلسطيني والمصري، وتجولت في محيط العريش رفح وأدركت أبعاد المشهد، أن يكون خاصة أن هذا الوفد كان يضم المملكة المتحدة، وهي طبعا عين ويد وإن لم تكن عقل أيضا. الولايات المتحدة كانت من بين 13 زائرا، ومنهم 2 من أعضاء أو 3 من الأعضاء الدائمين، المملكة المتحدة، روسيا والصين، وباقي العضوية المنتخبة في مجلس الأمن. عندما تكون هناك رؤية بهذا الشكل تتواكب مع ما حدث من فيتو أمريكي عزل الولايات المتحدة عن التوجه العالمي ونمط التصويت الذي كان مؤيدا لمشروع القرار المصري، خاصة بعد أن استخدم غوتيريش المادة 99 التي بمقتضاها يعني أوقع الأمين العام ضغطا متزايدا على الموقف الأمريكي عندما استدعى هذه المادة، التي تؤكد أن السكرتير العام يدرك ويلمس أن هناك تقاعس من مجلس الأمن الدولي، الجهة المنوط بها حفظ السلم والأمن الدوليين. وبالتالي كل هذه الضغوط مكتملة مع شراسة المقاومة البطولية على الأرض، نجد أن هناك خسائر يومية ملفتة نراها رؤى العين. وبالتالي على الجميع أن يسعى من أجل أن يمتد الحل السياسي، أولا المساعدات والهدنة الإنسانية أو التواصل وقف إطلاق النار، ثم الحديث عن ما بعد غزة وحل الدولتين في إطار من إشراف السلطة على وحدة جغرافية واحدة بين الضفة والقطاع. وهذا التغيير في الموقف العالمي يمكن سبب رئيسي فيه هو الموقف المصري سعد سفير. يعني الموقف المصري هو أولا موقف تاريخي، دائما يسعى إلى حل الدولتين، دائما يمنع تصفية القضية الفلسطينية، دائما هو ضد التهجير القسري للفلسطينيين. لعبت مصر والسياسة الخارجية المصرية دورا كبيرا في تغيير الدفة فيما يتعلق برأي المجتمع الدولي. أيوة، في كل المشاهد التي تحدثنا عنها الموقف المصري منذ المؤتمر الدولي للسلام في القاهرة يجمع من الرأي الدولي، حتى بعد صدمة 7 أكتوبر كان الموقف المصري حريصا على ألا تزيد مدة الصراع، ولكن نصطدم دوما بالتعنت الإسرائيلي والتواطؤ الأمريكي والغربي. ولكن أستاذ هاني، دعنا لا ننسى أبدا هذا الحراك الشعبي العالمي. يعني عندما نتحدث عن الغرب والعرب أو الغرب والقضية الفلسطينية، نتحدث عن دول ربما متواطئة، بعض دول أوروبية أو غيرها متواطئة مع المشهد الإسرائيلي أو متعاطفة فيما بعد 7 أكتوبر، لكن دول كانت ملتزمة بالقيم وبالمبادئ على رأسها إسبانيا وأيرلندا وبلجيكا، وكلا بلجيكا وأسبانيا دولتي رئاسة الاتحاد الأوروبي، لهم قيمتهم وقامتهم، وكذلك الشعوب عبر كل المدن والشوارع، هي حراك عالمي مناصر القضية الفلسطينية. بقى أن كل ذلك يقع بطائلته على واشنطن، وأنا أعتقد أن احنا على مقربة من أعياد الميلاد، كانت هدية إسرائيل قتل عن عمد الامرأة وطفلها في الأنجيلية. يعني أنا أعتقد أن قداسة البابا توادروس الثاني وكذلك البابا الفاتيكان لابد أن يكون هناك حراك. مجلس الكنائس العالمي تحرك اليوم، أظن حضرة الفاتيكان والكنيسة لابد أن يكون الأصوات مرتفعة في هذه المرحلة، حتى يتسنى لنا جميعا الوقوف خاصة مع قرب أعياد الميلاد أمام هذه المجازر التي ترتقي أستاذ هاني إلى حد جريمة الإبادة الجماعية التي يجب أن نوثقها. طولناها أم لم نطولها؟
يجب أن نوثقها حتى تكون سيفا مسلطا على هؤلاء كانوا في الحكم أو في غير الحكم، لأن إذا لم يعاقبوا فهذه الجريمة ستكررها إسرائيل أو قوة أخرى. وبالتالي أظن أن من العدل أن نعمل القانون الدولي حتى لو لم نطل، ولكن ربما يتحقق ما نريد كما حدث في سيبرينيتشا وكما حدث في رواندا، يعني جريمة مكتملة الأركان توفرت فيها النية، توفرت فيها استهداف جماعة عرقية، توفرت فيها استخدام أدوات قتل عمدي كمنع المياه والطاقة والكهرباء والأغذية، ويفتخرون بذلك، يعني شيء لم نراه، وتصرفات عنيفة لا يمكن قبولها. وهو اليوم يهدد في مؤتمر الصحفي حزب الله بأنه سيفعل في بيروت ما فعله 2006، بمعنى أن ما يليق بهذا الجيش هو تدمير حياة المدنيين والمدن، ولكنه ليس جيشا محاربا على النحو الذي كان يتردد، ومجموعة من الميليشيات المسلحة قادته إلى خسائر غير مسبوقة في التاريخ. أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذا التحليل، السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق. ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد سكان قطاع غزة لا تزال تتواصل على الرغم من الانتقادات الدولية التي توجه لدولة الاحتلال وجيشها الذي يرتكب كل يوم جرائم ضد المدنيين والنساء والأطفال خاصة في قطاع غزة، وطبعا أيضا في الضفة الغربية. المزيد في التقرير التالي. لا تزال آلة القتل الإسرائيلية مستمرة في حصد أرواح الأبرياء الفلسطينيين، غير عابئة بكل المناشدات والقرارات الدولية لوقف إطلاق النار. قائمة الشهداء الفلسطينيين في تزايد مستمر، أغلبهم من النساء والأطفال، فيما لا يزال الآلاف في عدد المفقودين. الدبابات الإسرائيلية دهمت لليوم الثالث على التوالي مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمال مدينة غزة، كما أجبر كافة النازحين داخليا الذين لجأوا إلى المستشفيات والذين يبلغ عددهم 2500 مواطن على المغادرة، وأجبرت ما تبقى من الجرحى والطاقم الطبي على الخروج إلى أراضي المستشفيات. كما منع جيش الاحتلال الإسرائيلي الطواقم الطبية من تقديم الدعم لاثني عشر طفلا في العناية المركزة ولعشرة جرحى في قسم الطوارئ، ما أدى إلى استشهاد عدد منهم. الوضع في جنوب قطاع غزة ليس بأفضل حال من شماله، حيث أصيب عدد من الصحفيين والفلسطينيين في قصف طائرات الاحتلال المسيرة لمدرسة تؤوي نازحين في خان يونس جنوب القطاع. ومع استمرار العدوان الإسرائيلي تتفاقم التداعيات الصحية لتنتشر الأمراض خاصة بين النازحين في مراكز الإيواء المكتظة، حيث تم توثيق 360 ألف حالة إصابة بالأمراض المعدية. وفي الضفة الغربية تواصلت اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي وهجمات المستوطنين والاعتداء على المستشفيات وعرقلة عمل سيارات الإسعاف. ينضم إلينا دكتور محمد عبد العظيم الشيمي أستاذ العلوم السياسية، أهلا بك دكتور. ويعني كيف ترى كل هذه السيناريوهات الخاصة بالتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة على الرغم من الرفض الدولي لاستمرار هذا العدوان والضغوط التي تمارس على إسرائيل من أجل وقفه؟ كيف ترى أنت الأمر؟ بعد التحية لحضرتك وجميع السادة المشاهدين، الأمر الحقيقة بدأ في وضع محتدم في ظل يمكن كثير من التكهنات لحالة من حالات الخلاف الموجودة، خصوصا مع وجود يعني ضغوط أمريكية أخيرة في اتجاه يعني وقف عمل التصعيد الإسرائيلية. وفي نفس الأمر هناك وجهة نظر أمريكية بتطرح في كثير من الحقيقة وسائل الإعلام وعن طريق عدد من المسؤولين والخبراء الأمريكيين بشأن أن حالة الخلاف الموجودة حول حجم الخسائر اللي بتحققها إسرائيل على المستوى المدني داخل قطاع غزة، وأيضا حجم الضغوط الدولية اللي بدأت تمارس على الاتحاد الأمريكية في ظل استمرار دعمها للجانب الإسرائيلي. يمكن الزيارة الأخيرة يعني مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان للمنطقة ولقائه مع الجانب الإسرائيلي وعدد المسؤولين وأيضا مع الرئيس الفلسطيني، وأعتقد يمكن خدت أكثر من ما يعني بعد أهمها أن هناك في بعض من المحددات وضعتها الولايات الأمريكية أمام إسرائيل في إطار عملية التصعيد
البعض يعني في عدد من التحليلات داخل الول ستريت جورنال تحدثت ان الولايات الامريكيه لديها تحفظ ارتفاع حجم المدنيين وضحايا من المدنيين وعمليات التصعيد في الفتره الاخيره. الامر كله بينظر في اتجاه اكبر ان اسرائيل في هذا النحو قد تخضع لهذه الضغوط بس بعد فتره زمنيه محدده، خصوصا حجم الشروط اللي بيضعها. يعني جون كيري يعني احد يعني مستشاري امن القومي الامريكي ومتحدث بيتحدث بشان ثلاث شروط رئيسيه في هذا الوضع المتعلقه بالوضع الامني في قطاع غزه، تسليم عدد من القاده من جانب حماس، ان اسرائيل اذا احكمت القبض على الوضع داخل القطاع ورفضها الكامل لوجود اي يعني تدخل من جانب السلطه الفلسطينيه في القطاع نفسه. عده شروط اراها في وجهه نظري صعبه التحقق على المستوى الحالي، الا ان يعني الضغوط الامريكيه بوجه خاص وضغوط المجتمع الدولي المستمره بشكل عام قد تضع اسرائيل امام موقف حرج في الفتره القادمه. ولكن ليست هذه هي التصريحات التي تخرج على لسان المسؤولين الاسرائيليين يا دكتور، لان عدد التصريحات في الجانب الاسرائيلي يروا ان يعني في حاله في الوضع الحالي يجب ان تستمر هذه العمليات حتى تحقق اهدافها على الواقع، لكن لن يستطيع الجانب الاسرائيلي الاستمرار في هذه العمليات بدون استمرار الدعم من جانب الامريكي الغربي كما نعلم. يعني في حاله هو حتى مع الخلاف يعني الذي تتحدث عنه دكتور ما بين الولايات المتحده واسرائيل في بعض النقاط، ولكن لا احد يعتقد انه الدعم الامريكي سيتوقف. يعني قد تحدث ضغوط لكن مش يعني يحدث في حاله توقف، لكن الولايات الامريكيه ترى ان الاستمرار هذه العمليات لفتره زمنيه طويله غير مطلوب، يعني قد تستمر عده اسابيع ولكن ليست لعده شهور بالتحديد. يمكن ده الخلاف اللي ظهر بشكل كبير في عدد التصريحات، وخصوصا ان كان وجدنا بايدن يعني منذ عده ايام يتحدث عن انتقاد للوضع الداخلي في اسرائيل، وان حكومه اسرائيل يعني في هذا الاطار لم تستطيع ان هي ان يعني تتجنب ضغوط المجتمع الدولي. في واقع الامر انا اتفق معك في اطار ان الوضع الحالي في اطار حكومه حرب قامت نتنياهو بتشكيلها مستمره في استمرار حاله الحرب في ارتكاب كل انواع الجرائم الحرب على الاراضي في قطاع غزه، الا ان هذا الامر لن يستطيع ان يستمر لفتره زمنيه طويله، لان الوضع الحرج الداخلي خصوصا مع حاله القصف اللي قامت بها القوات الاسرائيليه لمدنيين اسرائيليين من الرهائن داخل القطاع وجدت رد فعل ايضا سلبي تجاه حكومه نتنياهو، والامر اللي ايضا يعني يرى ان هو يعني استمرار حاله العنف قد تعود يعني افتقاده جانب كبير جدا من الشعبيه على اراضي الشعبيه في الارض داخل اسرائيل في الواقع الامر. لان يمكن كما نعلم ان في اطار الـ يعني حاله الخلاف الامريكيه الاسرائيليه في هذا الجانب، ان الجانب المصري لازال في حاله دعم القطاع غزه وايضا بالتاكيد يعني لا شك في هذا. والموقف المصري اولا هو موقف تاريخي، وقف دائما ضد تصفيه القضيه الفلسطينيه، ضد التهجير القسري للفلسطينيين، لا تغير في الموقف المصري نصره لحقوق الفلسطينيين. بالتاكيد، لان يعني الوضع الحالي يعني وده تاكيدا لسيلفان في زيارته بالامس فيما يتعلق ب يعني اتصالات مع وزير الخارجيه المصري سامح شكري كانت بتتعلق باهميه ان هناك ان مصر دائما داعمه لاستمرار دخول المساعدات لقطاع غزه، ان مصر دائما في على اتصال فيما يتعلق بوجود مفاوضات لايقاف يعني حاله التصعيد الحاليه، وايضا فرض مجموعه من النقاط المتعلقة بحالة دولتين. يمكن هذا الأمر أصبح يعني مطروح مع الجانب الإسرائيلي في ظل أن يعني حالة وجود يعني إطاحة بحركة حماس، وكما يعني تضع إسرائيل وإن كنت هذا الأمر يعني أمر مش من السهل تحقيقه على الأرض بشكل بسيط كما يتوقع الجانب الإسرائيلي، لأن أحد الحركات لها أذرع كثيرة ولها تواجد بشكل كبير داخل القطاع وأيضا تحركاتها على المستوى الدولي وليس فقط داخل قطاع غزة، من الصعب إنهائها في غضون أسابيع قليلة. هو الأمر اللي بيجد من الجانب المصري هو يجب أن يكون هناك في ضغوط مستمرة من جانب الولايات الأمريكية ومن جانب الغرب فيما يتعلق بإيقاف حالة التصعيد وأيضا استمرار حالة المساعدات اللي يمكن مصر لازالت بصفة يومية كما نعلم جيدا بتقوم بإيصال هذا الأمر وبتضمن هذا الأمر من خلال على المستوى فقط على مستوى الأمم المتحدة كذلك من اتصالات مع داخل المنظمة. أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذا التحليل الدكتور محمد عبد العظيم الشيمي أستاذ العلوم السياسية، شكرا لك.
قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن عدد الشهداء ارتفع إلى أكثر من 19,000 والجرحى إلى نحو 54,450 من الجرحى منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي الشامل على غزة والضفة الغربية. أوضحت الصحة الفلسطينية أن 70% من الشهداء من النساء والأطفال، كما أصيب أيضا أكثر من 51,000 مواطن مع وجود عدد كبير في عدد المفقودين. لفتت وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن من بين الشهداء أكثر من 300 من العاملين في القطاع الصحي و86 صحفيا ونحو 35 من طواقم الدفاع المدني و135 موظفا في الأونروا. دمر جيش الاحتلال الإسرائيلي بالكامل الجزء الجنوبي من مستشفى كمال عدوان في بيت لهيا شمالي قطاع غزة، كما يواصل الاحتلال القمع والتنكيل بحق الطواقم الطبية هناك، ولا يزال 12 طفلا محجوزين داخل الحضانات فيه دون ماء ولا غذاء. المزيد في هذا التقرير. استهداف متواصل من قبل الاحتلال الإسرائيلي للقطاع الطبي في غزة مع استمرار العدوان الغاشم على القطاع للشهر الثالث على التوالي. المستشفيات والمراكز الطبية ومركبات الإسعاف والأطقم الطبية، جميع عناصر المنظومة تم استهدافها من قبل الاحتلال، سواء عبر القصف والتدمير أو عبر الحصار ومطالبات الإخلاء، في إمعان في ارتكاب جرائمه الوحشية ضد الفلسطينيين وضد الإنسانية بأكملها. أولادي بعد 9 سنين جبتهم يا الله، راح بغضب عين يا الله. ويأتي اقتحام مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة بعد فرض الحصار عليه من قبل الاحتلال الذي دمر بالكامل الجزء الجنوبي من المستشفى ويستهدف كل من يتحرك فيه. وبحسب مسؤولين فإن الاحتلال يمارس القمع والتنكيل بحق الطواقم الطبية هناك، حيث أوضح رئيس قسم الأطفال بالمستشفى أنه تم إجبار الطواقم الطبية والجرحى والمتواجدين على المغادرة والتجمع في ساحاته، بينما لا يزال 12 طفلا محجوزين داخل الحضانات من دون ماء ولا غذاء. وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال غالبية المستشفيات في غزة وشمالها ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين واعتقلت 34 من الطواقم الطبية. كما تواصل سلطات الاحتلال قطع الاتصالات الهاتفية والإنترنت عن كافة مناطق قطاع غزة، ما يتسبب في تعذر وصول سيارات الإسعاف إلى الأماكن المستهدفة لنقل الشهداء والمصابين، إضافة إلى عزل قطاع غزة عن العالم الخارجي. ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ علي عاطف الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. بعد التحية لحضرتك نبدأ بالموقف المصري، هذا الموقف التاريخي الذي يستند على ثوابت لا تتغير، منع تصفية القضية الفلسطينية، منع التهجير القسري للفلسطينيين، لعب دور هام في تغيير الموقف العالمي تجاه ما يحدث في غزة. كيف أفاد هذا يعني كل ما يحدث الآن على الأرض في غزة؟ أهلا بحضرتك. يعني الحقيقة أن الدور المصري منذ اندلاع الأزمة في قطاع غزة في أكتوبر الماضي قد يعني كان المحور الرئيسي الذي يعني تمحورت حواليه المسألة الإنسانية في قطاع غزة. مصر تحركت على 3 مستويات فيما يخص الأزمة في قطاع غزة، على المستوى الإنساني وكان هذا في بداية الأمر ولا يزال، وعلى المستوى الدبلوماسي أيضا والمستوى السياسي. يعني رأينا في البداية تحرك مصري لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، كانت مصر هي المبادرة الأولى على مستوى العالم التي ساهمت في إدخال أولى المساعدات الإنسانية إلى القطاع، ودعت أيضا في ذلك الوقت يعني مختلف دول العالم لإرسال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر مطار العريش الدولي. وتحركت يعني مصر أيضا في مسارات موازية، كان المسار الدبلوماسي والمسار السياسي. رأينا اتصالات مكثفة ما بين القيادة السياسية المصرية ومختلف الزعماء والقادة حول العالم، واجتماعات أيضا من حين لآخر سواء اجتماعات ثنائية أو اجتماعات وقمم
تخص المسألة في قطاع غزة. يعني أعتقد أنه لولا الدور المصري يعني ما كنا سنشاهد يعني هذا الحشد الدولي فيما يخص يعني الأزمة في قطاع غزة. يعني وكان الموقف سيتغير في الحقيقة لولا الدور المصري، كان سيكون هناك تكثيف أقل للضوء على المسألة على الصراع والأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وأيضا على الجرائم التي يقوم بها يعني الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. يعني حقيقة هناك أيضا يعني دور إعلامي كبير جدا تقوم به مصر فيما يخص إيضاح الجرائم التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي من قصف عشوائي وإبادة جماعية داخل قطاع غزة وأيضا في الضفة الغربية. كيف تقرأ سيناريوهات التصعيد الإسرائيلية الآن يعني والهدف منها؟ لأنه الهدف المعلن طبعا لإسرائيل هو القضاء على حركة حماس، تحرير المحتجزين إلى آخره، ولكن لا يبدو أنه يعني الأفعال العسكرية تؤدي إلى الأهداف التي تريدها إسرائيل. يعني هو على ما يبدو أن إسرائيل لا تزال مصرة على مخططها الرامي لتهجير الأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية إلى المناطق والدول المجاورة، وهو بالطبع يعني أمر مرفوض. ولكن يعني تبين خلال الأيام الماضية أن هذا المخطط يعني يفشل، ويعني يسير من فشل إلى فشل آخر، لأن هناك يعني الفلسطينيين مصرون هم من جانبهم على يعني إفشال هذا المخطط الإسرائيلي. لا تزال العمليات الصدام العسكري ما بين الطرفين مستمرة، وكان يعني الإسرائيليون أعتقد أنهم كانوا يعتقد يعني يظنون أن المعركة لن تدوم كثيرا، ولكن اتضح مؤخرا أن يعني العمليات العسكرية أو المخطط الإسرائيلي يحتاج لوقت أكثر مما كان يظنه يعني القادة العسكريين الإسرائيليين داخل قطاع غزة. يعني ولكن يعني أعتقد على خلال الفترة الأخيرة يعني هذا المخطط الإسرائيلي بدأ يلاقي يعني حشد دولي مضاد. بدأت الكثير من الدول حول العالم من بينها الولايات المتحدة وأيضا المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة يعني تبدي وجهات نظر مخالفة لما يعني تعتقد به إسرائيل. رأينا مؤخرا يعني يوم أمس الرئيس الأمريكي جو بايدن انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحثه يعني على وقف العمليات العسكرية، أو على الأقل يعني حسب وصفه يعني القيام أو تنفيذها بشكل أدق. وطالب أيضا رئيس الوزراء الإسرائيلي ب يعني تغيير النهج العسكري في قطاع غزة، وطلبه أيضا هو أمر آخر إضافي يعني تطالب به مصر، وهو التركيز على مسألة حل الدولتين. يعني الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد على هذا الأمر في تصريحاته الأخيرة. يعني كان من بين هذه التصريحات التأكيد على مسألة على أن يعني إيقاف أو يعني الانتهاء من الصراع في قطاع غزة سيكون عبر مسألة حل الدولتين. وهذا أيضا يعني هذا أمر آخر يعني تدعو إليه مصر منذ عقود في إطار يعني رعايتها للقضية الفلسطينية. أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذا التحليل، أستاذ علي عاطف الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، شكرا جزيلا لك. ما زلنا مشاهدين معكم في حديث الأخبار، ونعود بعد الفاصل مع حوارنا الرئيسي والكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عبد الحليم قنديل وقراءة فيما يحدث في غزة. ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام، وحديث مستمر عن تطورات الأوضاع في قطاع غزة في ظل تواصل العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين. وبات السؤال المتكرر، متى تتوقف الحرب في غزة، وهل تنجح ضغوط المجتمع الدولي على إسرائيل لوقف عدوانها؟ للحديث بشكل أكثر تفصيلا نستضيف الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عبد الحليم قنديل. أهلا بحضرتك أستاذ عبد الحليم. والأهداف المعلنة لإسرائيل من عدوانها على قطاع غزة كانت تتمثل في القضاء على حركة حماس وإعادة المحتجزين مرة أخرى، ولكن لا يبدو بعد مرور حوالي شهرين ونص أنه هذه الأهداف تتحقق يا أستاذ عبد الحليم. هي لا تتحقق ولم تتحقق في تقديري. لا القضاء على حركة حماس ممكن، ولا إعادة المحتجزين بالقوة المسلحة، ولا الكلام عن وضع في غزة ينتفي فيه أي دور لحركة حماس أو لفصائل المقاومة الفلسطينية، كلها أهداف غير قابلة للتحقيق.
وهذا ما يفسر هذه العصبية والجنون الإسرائيلي في القصف الجوي والمدفعي والبحري لغزة، قصف عشوائي أعمى بلا أي معلومات ولا أي أهداف محددة سوى التدمير لمجرد التدمير والإبادة الجماعية لأهل غزة. طبعا الشواهد على ذلك واضحة بصورة يومية، يعني على سبيل المثال في اليوم أذيع من قبل كتائب القسام فيديو عن صدام في منطقة اسمها جحر الديك ودي جنوب غزة، ودي أول منطقة دخلها جيش الاحتلال في ما يسمى غزو البري. ماذا كانت النتيجة؟ النتيجة سحق وإفناء كامل للقوة الإسرائيلية. الحقيقة المقاومون الفلسطينيون يصطادون جنود إسرائيل كالبط البري، يعني لا توجد أي مقارنة ممكنة لصالح الجيش الإسرائيلي وأوهامه وأساطيره، وكل هذا سقط وتكشف الأمر عن أن هذا جيش يملك بدعم مشاركة أمريكية مباشرة قوة نيران هائلة جدا، لكنه لا يملك جنودا يعتد بهم ولا جنرالات. يسقطون ليس فقط في جحر الديك، في الشجاعية بالذات وفي بيت لهيا وفي مخيم جبليا اللي هي المنطقة اللي هي شمال غزة التي قال جيش الاحتلال أنه أنهى المرحلة الأولى ويتوجه للمرحلة الثانية في خان يونس. لا هو أفلح في شمال غزة ولا هو أفلح في خان يونس، أفلح في شيء واحد فقط همجي وحشي بربري يتعلق بالإفناء للبشر في غزة، المدارس، المساجد، الكنائس، المستشفيات بالذات، يسمونها على سبيل المثال ما جرى في عملية مستشفى كمال عدوان يسمونها عملية مستشفى كمال عدوان، أي عن أي عملية تتحدثون أيها البربرة أيها الفشلة أيها الحقراء عن أي عملية تتحدثون؟ هل تتحدثون عن استخدام جرافات لدفن المواطنين أحياء؟ هذا هو المستوى. الكلام عن نهاية هذه العملية أنا أعتقد أنه نحن تجاوزنا المرحلة الاستطراد في العدوان الإسرائيلي إلى تقلص إمكانية استمراره. لماذا يا أستاذ عبد الحميد؟ لسبب بسيط، أنه ثبت أن الطريقة العسكرية التي تقودها حكومتان لإسرائيل، حكومة في فلسطين المحتلة وحكومة في واشنطن، آلت إلى إخفاق كامل، بل آلت إلى فضائح عسكرية كاملة مذهلة بفضل صمود الأسطوري للشعب الفلسطيني. لا يوجد شعب في هذا العالم يمكن أن يحتمل ما يجري للشعب الفلسطيني في غزة، وأيضا الإبداع القتالي المذهل للمقاومين الفلسطينيين سواء من كتائب القسام أو من الجهاد أو من الجبهة الشعبية أو من غيره، ثبت أنهم الرقم الصعب في المعادلة، وأي محاولة لتجاوز هذا الرقم الصعب سوف تؤول إلى إخفاق شامل، لأنه أيضا لنا أن نلحظ أن ما يجري في غزة يجري مثيله بصورة أقل حدة في الضفة الغربية، وأن عناصر الاستفزاز والوحشية والبربرية هي ذاتها من نوع تدنيس المساجد والكنائس وإلى آخره. فهنا نحن بصدد حرب ضد الشعب الفلسطيني، لا يمكن في مقابل هذه الحرب أن نتحدث عن أشياء أشبه بالفلكلور السياسي من نوع حل الدولتين وأشياء أخرى. لابد من كسر العمود الفقري لهذا الكيان الإسرائيلي الذي هو قوته المسلحة، وقد حقق الفلسطينيون خطوات في سبيل ذلك، ويجب أن نعي أننا بصدد صراع تاريخي متقادم. لا يمكن اعتبار هذه الحرب أيا ما كانت نتائجها، ونتائجها واضحة لصالح الفلسطينيين حتى الآن في المعنى العسكري المباشر، لا يمكن اعتبارها الحرب الأخيرة. نحن لكنها فتحت إمكانية ضخمة جدا مرئية للعيان لكل العالم وهو شاهد أنه بوسع الفلسطينيين أن يسيروا بذواتهم نحو تحقيق أهدافهم. انتظار الفرج من جانب أمريكا فيه قدر من الالتباس. ليه الالتباس؟ لأنه أمريكا ليست متواطئة مع عدوان كيان الاحتلال، أمريكا مشاركة
في جرائم الحرب، وأولها جريمة الإبادة الجماعية التي لا تسقط أبدا بالتقادم. الكلام عن الانتقال من قتال أكثر شدة إلى قتال أكثر خفة أو انتقائي أو أشياء من هذا القبيل، ما هذا هو ما فشلت فيه إسرائيل بالضبط، اللي هو القتال الانتقائي، تصفية قادة حماس أو الوصول إلى أماكن حماس أو كذا. هذا هو، هذه هي نقطة الضعف في العدوان الإسرائيلي الأمريكي. إذن ومن ثم تقول يا أستاذ عبد الحليم، فإن ما تفعله، كيف تضع تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن التي وصفت بأنها تحمل خلافا بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي؟ هذا خلاف في الأساليب وفي الطرق، دفع إليه فشل العدوان المشترك الأمريكي الإسرائيلي في تحقيق أهدافه. هذا هو العنصر الرئيسي، ما يجري في الميدان العسكري، لأنه فاق كل أوهامهم. يعني أنت تتحدث عن مخابرات، تعلم أين يوجد الأسرى، تستخدم كافة وسائل التكنولوجيا، تستخدم العملاء السريين، تستخدم، فتكون النتيجة أن يقتل الجيش الإسرائيلي نفسه عدد المختطفين، ثم أن يقتل جنوده فيما يسمى النيران الصديقة. جيش أعمى بالكامل. هذا وأنا تقديري أن هذا تحطيم صنم اسمه الجيش الإسرائيلي هو أفضل ما أفرزته الحرب. ليه بقول أفضل؟ لأنه ببساطة علينا أن نعي أن الطرف المقابل اللي هو المقاومة الفلسطينية لا يملك لا طائرات ولا مدافع ولا بوارج، لكنه يملك إرادة قتال وإبداع قتال يجعل المقاتل الفلسطيني من حيث الكفاءة المرئية المنظورة كفاءته أعلى بعشرين مرة على الأقل من كفاءة الجندي الإسرائيلي. طيب، يعني إذا كنت حضرتك بتعتقد أنه لا أهداف تحقق بالحل العسكري كما ترى إسرائيل، إذن برأيك إلى متى ستمضي إسرائيل في تنفيذ هذه العملية الوحشية في قطاع غزة التي تكبدها خسائر اقتصادية وخسائر في أرواح الجنود الإسرائيليين طبعا. وإلى آخره؟ طب يعني أنا أريد أن ألاحظ التالي، فيما يسمى المرحلة الأولى كان عدد، في المرحلة الثانية عدد القتلى من الجنود والضباط الإسرائيليين بالذات وضباط نخبة النخبة لواء جولاني وغيره. لواء جولاني يتحدث رئيسه السابق عن أنه ربع قوة لواء جولاني فنيت في هذه الحرب وهذه المواجهة. فهذا هو العنصر الجوهري للخسائر البشرية طيب الضخمة هي العنصر الرئيسي في إلى متى ستتحمل إسرائيل ذلك؟ هذا سؤال جوهري يدفعني القول أن هذا هو سبيل تقصير أو إنهاء الحرب أو وقف العدوان. اثنين، الخسائر الاقتصادية طبعا هي مشتركة بين أمريكا وإسرائيل، تكلم عن 270 مليون دولار في اليوم حسب كلام وزارة المالية الإسرائيلية، وإن ال 270 مليون دولار يتحمل كان الاحتلال منهم 180 مليون وتتحمل الولايات المتحدة الباقي. إلى متى هذا الاستنزاف الاقتصادي أيضا؟ لكن جوهر الاستنزافات هو الاستنزاف العسكري البشري، ولذلك تزداد رغبة الكيان في الانتقام. هو يتعامل مع كل طفل غزاوي على أنه خطر محتمل يفني هذا الكيان، ومن هنا هذا التركيز. أنا تصوري أنه مع نهاية هذا العام سوف نشهد شيئا، هل هو وقف شامل أم تحول كما تقول الولايات المتحدة تقول إدارة بايدن من خلال جيك سوليفان أو حتى وزير الدفاع لويد أوستن المقرر أن يزور الكيان في الأيام المقبلة وقبله أنتوني بلينكين وغيره وغيره، هل هو التحول مما يسمى العمليات الأكثر شدة إلى العمليات الأخف النوعية؟ هل يكون تحت ستار هذا التحول من الأكثر شدة إلى النوعية أو الانتقائية هو تعبير مستتر عن إيقاف الحرب ذاتها؟ لأنه لا أحد يمنع في هذا الوضع وقبل الحرب ذاتها أن إسرائيل تدخل في غزة تعمل عملية أو كذا، يعني هذا قائم من زمن طويل جدا بصفة مستمر. فيعني أنا أعتقد أنه لدينا علامات على هذا، منها واحد أن إسرائيل لجأت مجددا إلى استجداء الوسيط القطري أو ربما الوسطاء آخرين في عقد هدنة مؤقتة. تقديري أنه لا يمكن هذه المرة عقد هدنة مؤقتة. لماذا؟ لأن الجانب الفلسطيني
المعتز بتضحيات شعبه من جهة والمتألم لها، وفي نفس الوقت المعتز بما حققه من تقدم عسكري باهر، مصر على أن يكون هذه الهدنة الأخيرة، بمعنى وقف إطلاق نار شامل، وأنه لا تباحث حول تبادل الأسرى قبل إقرار هذه النقطة. وقف إطلاق النار، اثنين تبادل كامل على قاعدة الكل في مقابل كل، أسرى الإسرائيليين مقابل أسرى الفلسطينيين، ثلاثة انسحاب إسرائيل من المناطق التي توغلت فيها، لا أقول سيطرت عليها، لأن لا توجد سيطرة إسرائيلية على منطقة بذاتها، في نوع من الدخول إلى متاهة وليس إلى مستنقع، جنرالات ضاعوا في المتاهة، لا يعرفون مواقع أقدامهم، ومن ثم لا يعرفون إلى أين يمكن التحرك. أما بالنسبة للداخل الإسرائيلي، الداخل الإسرائيلي كما نشهد خاصة في مقتل الثلاث أسرى في مظاهرات ضخمة جدا، وبدأت تعلو نبرة أنه أوقفوا هذه الحرب لكي نستعيد أسرانا، أو يسمونهم المخطوفين أو، ولكن ما مدى قوة هذه النبرة في التأثير على صنع القرار في إسرائيل؟ ليست غالبة في الداخل الإسرائيلي، هذا صحيح، لكن الغرب كله وضمن الحركة الصهيونية باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الغرب، لا يفهم الحق والعدل ولا الأهداف إلا بمعيار المكاسب والخسائر. فإذا استمر تيار الخسائر وهو مستمر حتى اللحظة التي نتحدث فيها، سوف تنكسر إرادة هذا الغرب بالقيادة الأمريكية وبالامتداد الصهيوني أيضا. هناك مصادر، وعندما تنكسر إرادة هذا الغرب يا أستاذ عبد الحليم، هل ترضخ إسرائيل للضغوط التي سيمارسها الغرب عليها في هذا الوقت ولا لا تتجاهل؟ إسرائيل سترضخ للضغوط التي يمارسها المقاومون الفلسطينيون وليس الغرب، لأنها قالت ذلك بالفعل، ببساطة شديدة جدا قالت سنمضي في عملياتنا بالمساعدة الغربية أو بدونها، بدون المساعدة الغربية، المساعدة الغربية لن تتوقف، قلت أن أمريكا وإسرائيل كيان واحد، ولكن في يعني مشكلة في مشكلة في باب المندب يا أستاذ عبد الحليم، قد تفرض ضغوطا أخرى، في مشكلات خارج جغرافيا الصراع في غزة من باب المندب والبحر الأحمر وكذا، قد تفرض ضغوطا. أنا تقديري أن هذه الضغوط سوف تميل في كفة مزيد من التشدد في موقف حكومة إسرائيل الأمريكية في مقابل حكومة إسرائيل الإسرائيلية، لأنها تريد حصار فكرة تحول الحرب إلى حرب إقليمية، سواء بالامتداد شرقا من لبنان إلى العراق إلى إيران، أو جنوبا في البحر الأحمر. هذا سيظهر على أي حال في المحاولة المصرية لاستصدار قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار. نحن نعلم أنه كلام السيد بايدن عن الخلاف وانسحاب الرأي العام وكذا، وأنه تناقص الدعم الدولي لإسرائيل، هو يقصد تناقص الدعم الدولي لأمريكا، لأنه قبل أن يتحدث بذلك كانت أمريكا تفقد التصويت في مجلس الأمن 13 صوتا في مقابل صوتين، صوت لبريطانيا الممتنعة وصوت لأمريكا التي استخدمت حق الفيتو، وبعد حديثه وقف أيضا ضد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في هزيمة سياسية شاملة، 153 صوتا لصالح القرار الذي قدمته مصر نيابة عن المجموعة العربية والإسلامية. هذه المرة هذا هو الاختبار الجديد في مجلس الأمن، سوف يبدو في أعتقد أن كافة الأطراف المعاندة تنكسر إرادتها الآن، لأنه أمريكا ما هي الأصوات التي جلبتها في الجمعية العامة؟ صوت إسرائيل إلى جوارها، ثم أصوات دول لا ترى بالعين المجردة على خرائط الجغرافيا زي جزر مارشال وميكرونيزيا وكذا، أضف إلى ذلك هذا الامتداد العالمي في الشارع، هذه الثورة الشعبية العالمية المساندة الحق الفلسطيني في قلب أمريكا، يقولون نعم لتحرير فلسطين من النهر إلى البحر، وهذا كلام لا تسمعه في العالم العربي نفسه. أعتقد أننا نحن نتقدم إلى إنهاء الحرب، بس بدم الشعب الفلسطيني وببسالة وإبداع المقاومين الفلسطينيين. متى يحدث ذلك؟ على نهاية العام، في بداية العام المقبل، هذا ممكن، وهذا في تقديري هو الخط الرئيسي، والباقي تفاصيل. نتنياهو قال إيه مش عارف، يعني هذه تقلصات معاوية متعلقة
الطرف الآخر المعادي. أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذا التحليل أستاذنا الصحفي الكبير الأستاذ عبد الحليم قنديل، ونراك على خير إن شاء الله. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حديث الأخبار لهذه الليلة، ولكن غدا حلقة جديدة. دائما ابقوا معنا على شاشة إكسترا نيوز. شكرا لكم.